مرحبا بكم في قناة منارة الثقافة. في هذا التقرير سنتحدث عن امرأة ليست كغيرها من النساء، امرأة غيرت التاريخ بلا جيش ولا عتاد. عن الأميرة رسالة بنت علاء الدين خوارزم شاه سنتحدث، وعنها اليوم سيكون هذا الفيديو. قبل ذلك من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التعليقات ليصلك كل جديد. لكل امرئ من اسمه نصيب، ورسالة بنت خوارزم شاه كان لها نصيب كبير من اسمها، حيث استطاعت بورائها وتقواها أن تنشر الإسلام في قلوب ملوك التتار الجدد، وبالتالي في نشر الإسلام لدى ملايين البشر الذين يتبعونهم. كان ذلك بلا سلاح ولا حروب ولا جيوش، فقط بالمعاملة الطيبة والدعوة اللينة. الأميرة رسالة هي بنت علاء الدين خوارزم شاه، وهو أحد ملوك الخوارزميين الذين اتسعت الدولة الخوارزمية في عهده حتى ضم أفغانستان وتوسع في بلاد ما وراء النهر حتى وصل إلى أطراف منغوليا، ثم ضم سمرقند وتحدى جنكيز خان قائد القوات المغولية أنذاك. قامت الحرب بينهم، فمرة يهزم ومرة ينتصر، ولكن في النهاية جاءت هزيمة نكراء جعلت علاء الدين يخسر كل شيء، حيث هرب إلى جزيرة نائية ومات ودفن بها سنة 1220، وترك الحكم لابنه جلال الدين. رسالة هذه التي نتحدث عنها هي ابنته التي وقعت في الأسر معه. كان ذلك على يد القائد المغولي جوشي الذي سبق وأن نشرنا عنه فيديو، وهو ابن جنكيز خان، حيث قرر جوشي الزواج من رسالة بالإكراه، فعاشت معه ومع أسرته، وكان لها تأثير كبير في نفوس أبنائه فاتو وبركة خان، هذا بالإضافة إلى غيرهما من أبناء جوشي. تمسكت رسالة بدينها رغم أنها أصبحت زوجة لجوشي، ولما رأى أولاده تصرفاتها ومكارم أخلاقها وقع في نفوسهم حب الإسلام والمسلمين، فكان باتو الإبن الأكبر لجوشي عطوفا عليهم بالرغم من أنه لم يعتنق الإسلام، ولكن حبه لرسالة جعله يعرض عن القتل الذي كان ينتهجه التتار آنذاك. فمثلا عندما دخل المغول مدينة مارو وكان عدد سكانها آنذاك 700,000، قتل سكان المدينة على آخرهم، أي أنهم قتلوا في مارو وحدها 700,000. فكان باتو من حبه لرسالة لا يوقع أي عذاب على المسلمين. أما بركة خان فقد تأثر أيضا تأثرا شديدا برسالة التي ربته، فاعتنق الإسلام وكان أول ملك تتاري يعتنق هذا الدين، وكان له بالغ الأثر في تقوية دعائم الإسلام ودخول أعداد كبيرة جدا من التتار إليه. هكذا استطاعت امرأة في الأسر أن تفعل ما عجزت عنه جحافل الجيوش العباسية آنذاك. ورغم ذلك فإن الأميرة رسالة هي شخصية مجهولة، نادرا ما تجد أحدا يعرفها أو حتى قد سمع بها، وهذه الشخصية تمثل العزم مع قلة الحيلة، وتمثل قوة الإيمان مع الضعف الشديد. أعزائي، هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا التقرير، أنجزته استجابة لعاشقة التاريخ متابعتنا الوفية التي أحييها. أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في تقارير قادمة.